اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونميبول قام بإيقاف أندريس كونيا حاكم مباراة البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022. فما هو السبب؟ غضب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين، لكنها شهدت المباراة جدل بين نيكولاس أوتاميندي مدافع الأرجنتين ورافينيا لاعب البرازيل. وأظهرت الكاميرات أن أوتاميندي اعتدى بمرفقه على رافينيا، ما تسبب في جرح ودماء للاعب البرازيلي، لكن الحاكم لم يمنح مدافع الأرجنتين أي بطاقة، وقد كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، لكن مسؤول تقني للفيديو لم يستدع الحاكم لمراجعة اللقطة. وذكرت شبكة الأرجنتينية أن كونميبول أوقف كونيا بالإضافة إلى استيبان أوستويش حاكم تقني للفيديو لأجل غير مسمى بسبب ارتكابهما أخطاء جسيمة في المباراة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.